صلاة الجمعة من أعظم أعياد الإسلام، والجمعة لجمعة كفارة لما بينهما وزيادة ثلاثة أيام، وهي في حق الفقراء والمساكين بمنزلة حج بيت الله الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده الذي اصطفاه إليك واتخذت أرسله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إذا أرد الناس تقوى حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا إلى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابته، ثم راح إلى المسجد فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرم، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة في السماء والذكر. وأخرج مسلم من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا كملت الكبائر. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، توبوا إلى الله تعالى قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة بالسر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. واعلموا أن الله قد افترض عليكم جمعة في مقام هذا، في يوم هذا، من عام هذا إلى يوم القيامة. ومن تركها في حياته وبعده وله إمام عادل وجاهل.